السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة ان شاء الله هنشرح يونت 5 اول وحدة الخامسة، كتاب كونكت منهج كي جي 1 الترم الثاني. ودي اول يونت في الترم الثاني، لان احنا زي ما احنا عارفين الترم الاولاني كان فيه 4 يونتس او 4 وحدات، علشان كده الترم التاني بيبدأ بيونت 5. وقبل ما نبتدي في الدرس اتمنى ان انتوا تشاركوا الدرس ده مع اصحابكم علشان الكل يستفيد، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم وكشكول نكتب فيه الكلمات الجديدة والمعلومات الجديدة علشان نسهل عملية المذاكرة مع بعض. وزي ما احنا شايفين ده الكوفر بتاع كونكت كي جي 1 ترم 2 او الترم التاني Students Book، وده الكوفر بتاع الكتاب. ويلا نبدأ، بسم الله الرحمن الرحيم. Unit 5 الوحدة الخامسة. My food. My food يعني طعامي. Food يعني طعام. My يعني ملكي. My food يعني طعامي. وصديقتنا بيزي بي، النحلة الشقية الشاطرة اللي بتعلمنا ازاي نذاكر وننطق الحروف بشكل سليم ونذاكر مع بعض، بتقول listen استمع and point وأشر. listen and point. وهنا الوحدة دي بتتكلم على أنواع الطعام المختلفة الصحية والغير صحية، وهنتعرف عليها مع بعض. فزي ما احنا شايفين موجود في الصفحة دي مجموعة أطعمة. أول حاجة apple. apple يعني تفاحة. apple apple يعني تفاحة. مرة كمان apple. apple يعني تفاحة. date. date يعني بلح أو بلحة. date date يعني بلحة. date date يعني بلحة. egg egg يعني بيضة. egg egg يعني بيضة. egg egg يعني بيضة. nut nut يعني بندق أو بندقة يعني. nut nut يعني بندقة واحدة، البندق طبعا زي ما احنا عارفينه. nut nut يعني بندقة. orange orange يعني برتقالة. orange orange يعني برتقالة. orange orange يعني برتقالة. strawberry strawberry يعني فراولة. strawberry strawberry يعني فراولة. strawberry strawberry يعني فراولة. وبكده نكون انهينا البيج دي وعرفنا اسماء الفواكه الموجودة على التيبل دي واللي هي مكتوبة تحت، ونتنقل البيج اللي بعد كده. خليكم معايا ونوصل لبيج نمبر 3 او صفحة رقم 3. وهنا بيزي بي بتقول لنا listen and point، وبعد كده match color and say. اول حاجة بتقول لك listen يعني استمع and point واشر. تاني حاجة بتقول لك بعد ما تعرف إيه احنا بنتكلم عن ايه، match وصل color لون and say وقول. فطبعا احنا عرفنا ان تفاحة يعني apple، فراولة يعني strawberry، egg nut، date orange. احنا دلوقتي سمعنا الكلمات واشرنا على الصور. تاني حاجة هنعمل match. match يعني هنوصل. يبقى فين الابل اللي هي زي دي بالظبط في الناحية دي؟ شاطرين، ادي الابل. فهنوصل الابل دي بالابل دي اللي هي مش متلونة، وبعدين هنلونها. واحنا بنوصلها وبعدين بنلونها نقول apple apple. تاني حاجة الستروبيري. ستروبيري يعني فراولة. فين الستروبيري اللي هنا اللي هنوصلها بالستروبيري دي؟ شاطرين، هي دي الستروبيري. فهنوصل هنا بهنا وهنقول ستروبيري. واحنا بنلون كمان هنقول ستروبيري. ستروبيري يعني فراولة. إج، فين الإج اللي هنا اللي شبه الإج دي؟ شاطرين، ادي الإج. فهنوصل الإج دي بالإج دي وهنقول egg egg.
وهنحاول نخليها لونها شبه لون البيضة وهي لونها أبيض، وهنديها لون خفيف كده بحيث ان يبقى شكلها إج عادية. نات نات بندقة، فين النات اللي هنا اللي هي شبيهة لدي؟ شاطرين اهي، هنوصل الصورة دي بالصورة دي وهنقول نات نات، وهنلونها كمان، واحنا بنلونها هنقول كلمة نات نات. ديت ديت بلحة، فين الديت اللي هنا اللي ممكن نوصلها بدي وتبقى ماتشنج معها؟ شاطرين اهي، هي الديت اهي، فنوصل الصورة دي بالصورة دي وهنقول ديت، واحنا كمان بنلون هنقول ديت مرة تانية. اورنج اورنج، فين الاورنج اللي موجودة هنا الشبيهة بالاورنج دي؟ شاطرين، هي دي الاورنج، فنوصل الاورنج دي بالاورنج دي وبعدين هنلون، واحنا بنلون هنقول اورنج اورنج. وبكده نكون انهينا البيج دي، ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا. ونوصل لبيج نمبر 4 او صفحة رقم 4 وعنوانها Learn Sounds with Basie B، وده طبعا الجزء الخاص بالفونكس او نطق الحروف. وعندنا في يونت 5 حرف ال F وحرف ال S. فأول حاجة Basie B بتقول لنا Listen يعني استمع، and repeat وكرر، وبعدين بتقول لك look and circle F and S، انظر وبعدين ضع دايرة حوالين حرف ال F وحرف ال S. فأول حاجة عندنا number 4 four four، كرر معايا four، flag 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 flag، flower 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 flower، وحرف الاس strawberry 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 strawberry، school 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 school، star 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 star. وكده احنا عرفنا ازاي ننطق حرف الاف وحرف الاس في الكلمات المختلفة. هندور دلوقتي على حرف الاف وحرف الاس ونعمل حواليهم سيركل في الكلمات دي. وبكده نكون انهينا بيج نمبر 4 ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا. ونوصل لبيج نمبر 5 او صفحة رقم 5 وعنوانها Learn to write with Basie B، وده طبعا الجزء الخاص بالهاند رايتنج او بالكتابة الخاصة باليونت 5. وهنا هنتدرب على كتابة حرف الاف وحرف الاس، وزي ما احنا شايفين حرف الاف بيتكتب بالشكل ده، وواضح قدامنا ازاي بنكتبه بشكل سليم. وهنا عندنا نمبر 4، هنا حرف الاف ناقص فهنكتب اف، flower هنكتب اف، flag هنكتب اف، ونتنقل لحرف الاس، وزي ما احنا شايفين حرف الاس بيتكتب بالشكل ده قدامنا، الاس كابيتال والاس سمول. وهنا كلمة strawberry ناقصة حرف الاس، هنكتب الاس وتبقى strawberry، وهنكتب هنا الاس وتبقى school، وهنكتب هنا حرف الاس وهتبقى star. وبكده عرفنا الهاند رايتنج بتاع يونت 5 وازاي بنكتب حرف الاف وحرف الاس. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا. ونوصل لبيج نمبر 6 او صفحة رقم 6، Let's learn about words. Let's learn about words، خلينا نتعلم عن الكلمات. وهنا هو بيطلب منك ان انت تعمل circle حوالين اخر حرف في كل كلمة،
فهنا بيزي بي بتقول لنا listen استمع and circle the last letter وبعد كده حط دايرة حوالين آخر حرف. فهنا في صورة بتاعت فاكهة الجوافة وجوافة in English اسمها جوافة وآخر حرف فيها هو حرف الـ A. فهنا هو حاطط circle حوالين حرف الـ A علشان هي هنا اسمها جوافة. طب دي مربى، مربى يعني جام. جام فين؟ في آخر حرف في كلمة جام هو إيه يا أصحابي؟ جام. شاطرين، هو حرف الام، فنعمل سيركل حوالين حرف الام لأن هو آخر حرف في كلمة جام. طب هنا صورة موزة، موزة يعني بنانا. بنانا آخر حرف في بنانا إيه هو؟ شاطرين، هو الاي، بنانا، فنعمل سيركل حوالين حرف الاي. طب هنا صاحبنا ده بيسبح بيعوم، ويسبح او يعوم يعني سويم. سويم اخر حرف في كلمة سويم هو حرف، شاطرين، هو حرف الام، فنعمل سيركل حوالين حرف الام لان اخر حرف في كلمة سويم هو حرف الام. هنا صورة خبز، خبز يعني بريد. بريد آخر حرف في كلمة بريد هي حرف، شاطرين، حرف الدي، بريد. بريد فنعمل سيركل حوالين حرف الدي. طب هنا صورة يد، يد يعني هاند. هاند فآخر حرف في كلمة هاند هو حرف الدي، فنعمل سيركل حوالين حرف الدي وبكده نكون عملنا سيركل حوالين اللاست ليتر. تاني حاجة بيزي بي بتطلبها منا في البيج دي هو write your name. write your name لازم دلوقتي يا أصحابي تكونوا عارفين تكتبوا اسمكوا in English أو بالإنجليزي بشكل سليم. فهتكتبوا هنا اسمكوا my name is، وهتكتب هنا اسمك زي الشاطر. ونشوف تالت مطلوب منا هو بيزي بي بتقول لنا هنا circle the last letter in your name، حط دايرة حوالين آخر حرف في اسمك. فبعد ما تكتب اسمك زي الشاطر هنا هنعمل circle حوالين آخر حرف في اسمنا وبكده نكون أنهينا البيج دي. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكوا معايا ونوصل لبيج نمبر 7 أو صفحة رقم 7، وهي عنوانها let's learn about words، خلينا نتعلم عن الكلمات. وطبعا ده لسه بنكمل الجزء بتاع الهاند رايتنج او الكتابة. وهنا بيقولك trace يعني تتبع بقلمك الرصاص and say وبعد كده قول. فهنا جيب لنا صورة egg او بيضة، وهنا مفروض في الدوتس دي مكونة كلمة egg، فنمشي عليها بالقلم الرصاص لغاية ما نكتب كلمة egg. واحنا بنكتبها هنقول egg اللي هي الكلمة بتاعت بيضة علشان نحفظها كويس. تاني حاجة صورة الأورنج الجميلة دي، وجنبيها كلمة أورنج بالدوتس أو بالنقط، فهنمشي بالقلم الرصاص على الدوتس دي علشان نكتب كلمة أورنج، وهنقول أورنج واحنا بنكتب. تالت حاجة ستروبيري، ستروبيري وهنا في دوتس موجودة جنب كلمة ستروبيري، هنكتب ستروبيري ونمشي بالقلم الرصاص على الدوتس واحنا بنكتبها هنقول strawberry. كلمة apple، apple موجودة هنا هوت بالدوتس، هنكتب كلمة apple وهنقول apple واحنا بنكتب. date، date يعني بلحة، هنمشي بالقلم الرصاص على النقط بتاعت كلمة date وهنقول date واحنا بنكتب. nut، nut يعني بندقة او بندق، فهنكتب هنا كلمة nut وهنمشي بالقلم الرصاص على الدوتس بتاع كلمة nut واحنا بنكتبها هنقول not. not يعني بندق او بندقة. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكوا معي ونوصل لبيج نمبر 8 او صفحة رقم 8. وقبل ما نشرح الجزء ده احب افكرك واقولك ما تنساش تشارك الدرس ده مع اصحابك، وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة وممكن تفرق معاه كتير، وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. واحب افكركوا كمان ان البيجز دي او الصفحات دي بتاعت درس النهاردة موجودة على الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك،
واللينك بتاعها موجود في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. فلو حبيت ترجع للصفحات دي تاني هتلاقيها موجودة على الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك، تقدر ترجع لها بسهولة وتقدر تشوفها مرة تانية. ونوصل مع بعض البيج 8 او صفحة 8 وعنوانها A Day Out. A Day Out يعني يوم برا، يوم برا، هم خرجوا يتفسحوا. فA Day Out يعني يوم بالخارج، يوم بالخارج ممكن نروح فيه جنينة، ممكن نروح فيه متنزه ونتفسح فيه. فهنا طبعا بيزي بي بتقول لنا listen استمع and point point وأشر. الصورة number one بتقول I like apples، I like apple. هنا طبعا صديقتنا دينا بتقول أنا بحب التفاح، I like apples. وطبعا ليلى ماسكة في ايديها طبق موجود فيه apples أو تفاح، وأصدقائنا التانيين آدم ويوسف قاعدين وكلهم في day out أو في يوم برا البيت في متنزه بيتفسحوا. في الصورة number 2 أو الصورة رقم 2 هم قاعدين بيأكلوا، وطبعا يوسف بيقول للآدم I like oranges، I like oranges، أنا بحب البرتقال، oranges برتقال. نقل البيج اللي بعد كده خليكوا معايا. الصورة number 3 آدم بيقول لدينا I like eggs، أنا بحب البيض، I like eggs، أنا بحب البيض، الطبق موجود فيه eggs. في الصورة number 4 دينا بتقول لليلى I like dates، I like dates، أنا بحب البلح، وليلى ماسكة طبق فيه dates. ويوسف بيقول للآدم I like nuts، I like nuts، أنا بحب البندق، وآدم ماسك طبق فيه nuts أو فيه بندق. ونتنقل البيج اللي بعد كده خليكوا معايا. وفي الصورة number 5 ليلى بتقول لدينا I like strawberries، I like strawberries، يعني أنا بحب الفراولة، ودينا ماسكة طبق فيه strawberries أو فيه فراولة. ونتنقل البيج اللي بعد كده خليكوا معايا. وفي الصورة number 6 دينا بتقول thank you busy bee، بتقول لها شكرا يا بيزي بي ان انت بتوزع الستروبيريز علينا، هما في 4 ستروبيريز او 4 فراوليات. فبيزي بي ماسكه فراوليه وبتدي كل واحد واحده، فدينا بتقول لها ثانك يو بيزي بي، شكرا يا بيزي بي. وطبعا في صوره في الجنب هنا بتقول وي لايك، احنا بنحب تو جيف، ان احنا نعطي. وي لايك، we يعني نحن، like يعني نحب، to give ان احنا نعطي. كده نكون انهينا page 11 ونتنقل للبيج اللي بعد كده خليكم معايا. ونوصل لبيج number 12 او صفحة رقم 12. وطبعا احنا خدنا في الصفحات اللي فاتت الجزء بتاع الستوري الصغيرة في اليونت دي، وهنا ده تدريب او تمرين عليها. فهنا بيقول لك a day out، busy bee بتقول لك listen استمع، cut قص and stick ثم الصق. وفي البيج من تحت موجود go to page 93 او اذهب لصفحة 93. فخليكم معايا نروح صفحة 93 علشان نشوف الصور الناقصة وهنقصها من هناك ونجيبها ونحطها هنا بالترتيب الصحيح. وزي ما احنا شايفين قدامنا في 6 pictures او 6 صور، المفروض ان احنا نجيبهم من هناك بنفس ترتيب الستوري اللي احنا قريناها من شوية ونحطهم هنا بشكل سليم علشان خاطر نبقى حلينا البيج دي. خليكم معايا نروح لبيج 93 ونوصل لبيج 93 او صفحة 93. وطبعا هو مدينا هنا الصور مش مترتبة بشكل مش مترتب، المفروض ان احنا هنرتبها وهناخد الصور ونحطها في الترتيب بتاعها الصحيح. فطبقا للستوري اللي احنا قريناها كان اول صورة موجود فيها دينا بتقول I like apples، I like apples، وكانت بتقول الكلام ده لليلى. كانت ليلى ماسكة في ايدها طبق فيه apples او تفاح، ودينا بتقول لها I like apples. فين الصورة هنا اللي فيها ليلى ماسكة الطبق اللي فيه الapples ودينا بتقول لها I like apples؟ شاطرين هي الصورة دي،
وفيها ليلى ماسكة الطبق اللي فيه الابلز ودينا بتقول لها كده، فيبقى دي الصورة رقم واحد. الصورة رقم اتنين كان فيها يوسف بيقول I like oranges، I like oranges، انا بحب البرتقال، وكان بيقول كده لصديقنا ادم. فين الصورة اللي فيها ادم ماسك طبق فيه برتقال او فيه oranges ويوسف بيقول له I like oranges؟ شاطرين، هي الصورة دي number two. الصورة number three كان فيها ادم بيقول I like eggs، وكان بيقول كده لدينا، دينا كانت ماسكة طبق وفيه eggs، وكان ادم بيقول لها I like eggs او انا بحب البيض. شاطرين، هي دي الصورة number three. الصورة number four كان فيها دينا بتقول لليلى I like dates او انا بحب البلح، وكان فيها كمان يوسف بيقول للآدم I like nuts انا بحب البندق، فكانت ليلى ماسكة طبق فيه dates او فيه بلح، وآدم ماسك طبق فيه nuts او فيه بندق. فأنهي صورة؟ هي صورة number four. شاطرين، هي دي الصورة number four. الصورة نمبر 5 كانت ليلى بتقول لدينا I like strawberries، I like strawberries انا بحب الفراولة، وكانت دينا ماسكة في طبق في strawberries او في فراولة. فأني صورة؟ هي الصورة نمبر 5. شاطرين، هي دي الصورة نمبر 5. واخر صورة كانوا كلهم قاعدين فيها، وكانت بيزي بي بتوزع عليهم strawberries او الفراولة، ودينا قالت لها thank you بيزي بي، شكرا ليك يا بيزي بي ان انت بتوزعها علينا. فانهي صورة قدامنا؟ هي صورة نمبر 6. شاطرين، هي دي صورة نمبر 6. وبكده نكون حلينا البيج دي، وننقل البيج اللي بعد كده، خليكوا معايا. وبكده نكون خدنا الجزء الاول من يونت 5 او الوحدة الخامسة من هاك كونكت KG1، والدرس الجاي هناخد الجزء الثاني منها والاخير. احنا ناخد اليونت على جزئين علشان ما طولش عليكم، وعلشان الموضوع يبقى اسهل. واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من درس النهاردة. لو استفدتم ولو استفادة بسيطة اعمل لايك، والاهم ان انت تشارك المعلومة وتعمل شير وتشارك الدرس مع اصحابك، حتى لو عن طريق الفيسبوك او الواتساب. وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة، ممكن تفرق معاه كتير، وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.